بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، كل عام وأنتم بخير. عام 19 ينقضي لنبدأ عاما جديدا بإذن الله. كلنا أمل في أن ننتقل إلى الأفضل وأن نجود ما أديناه وأن نعظم ما بذلناه. وبدايتي معكم هو تصحيح بعض ما يجب أن يصححه. لقد اختصر الأستاذ حسين الجمال في حديثه على تكريم نخبة من المحامين نحن نعتز بهم جميعا، لكني أرى أن جميع الحضور الشيوخ والشباب يستحق التحية ويستحق التقدير. من غير أسماء، لأننا الآن نعيش مرحلة لم يبقى فيها على سطح المحاماة إلا المحامين. فالتفتوا حواليكم، الآن أصبحنا أو اقتربنا من جدول للمحامين ليس فيه إلا المحامين. الجهد الأعظم الذي بوزل من حضراتكم عندما تجاوبتم مع قرارات التنقية وضبط الاشتغال وقواعده هو الذي ساعدنا على الإنجاز الذي وصلنا إليه. اليوم نحن نحصد جهد جهيد من العمل ومن النتائج التي كنا نتطلع إليها. كنا نتطلع لزيادة المعاشات، كنا نتطلع لزيادة الدعم العلاجي، كنا نتطلع لحماية تشريعية تؤكد للمحاماة حقوقها وأيضا تحمي واجباتها. كانت مواردنا حتى الأجل القريب، حتى 2011 تقترب من الصفر. كانت نقابة المحامين مدينة للمستشفيات، للعقود، حتى عقود المقاولات التي كانت قد فتحت من الماضي توقفت لعدم وجود موارد تستطيع أن تسدد ما علينا من استحقاقات. كانت التجربة وبداية الاختبار الصعب هو المصارحة والمكاشفة. احنا عملنا جمعية عمومية في 2013. في 2013 كان فيها ميزانية برضو، بس كانت أصعب لأنه كان فيها زيادة دمغات واشتراكات. ولما المحامين سألتنا انتوا بترفعوا الاشتراك ليه وبترفعوا الدمغة ليه، قلنا لان احنا بنتطلع الى ان نزيد المعاشات وندعم العلاج. استجاب المحامين وبدأنا المعركة الكبرى في التنقية، وبدأنا في مواجهة من واجهنا في التنقية. أنا ما زلت أذكر أن التنقية قد واجهها كثير من المحامين المشتغلين.
من المحامين المشتغلين. طبيعي جدا ان المحامي غير المشتغل يقاوم، وهم كثر، كانوا اكثر، كانوا اغلبيه عدديه، اغلبيه. لو كانت لدينا حوافز انتخابيه كنا سكتنا وصبرنا وقلنا فلنكمل بما هو متاح، لكننا اثرنا المواجهه والمكاشفه. لا يجوز، لا يجوز ان تنفق نقابة المحامين على محامي غير مشتغل، لا يجوز. هذا عمل غير قانوني، هذا عمل غير أخلاقي، هذا عمل أيضا غير تعاقدي. إحنا شركاء، المحاماة شركة، كل منا يساهم فيها بسهم من العمل والاشتغال. سهم العمل وسهم الاشتغال له حصاد، له نتيجة، له دمغة وله أتعاب محاماة. الذي لم يعمل بالمحاماة لم يسدد السهم المستحق عليه في الشركة. كيف أمنحه، كيف أمنحه حقا ليس حقه؟ كيف أمنحه الأرباح؟ كيف أشركه في الأرباح؟ البعض كان بيعتقد أنه من التفوق النقابي أنه يأيد واحد مش موجود في مصر ويكلم صديقه او زميله او حد ويقول له خلاص اتأيدت، احنا ايدناها وحلفت والكارنيه كمان تعالى خده. كنا بنعتبر ده انجاز، كانت بعض المحامين بتعتبره انجاز، القيادات النقابيه في ذلك الوقت كانت تعتبر ذلك انجاز، وهي جريمه كبرى في حق المحاماه. كلنا كنا نشترك فيها، النقابي والمحامي، لانه ما فيش طلب غير مشروع داخل نقابة المحامين لم يكن وراءه محامين ومحامين مشتغلين، وكانت حججهم واهية. كنت بتسمع يقول لي أصل ده جوز بنت خالتي اللي هي مش عارف ساكنة فين وقالت لي وحلفتني. الله، وأنا عشان خالتك حلفتك أسلمك نقابة المحامين أو أجاملك في نقابة المحامين؟ هو ينفع حد يتأيد في نقابة المحامين مش موجود؟ هو ينفع حد يحلف وهو مش موجود؟ كيف أأتمنه في أداء رسالته ولا واجبه وهو لم يؤدي القسم؟ لم يقل أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف. إذا ما قالش ده ما يبقاش محامي، ما ينفعش يبقى محامي، لأنها قيمة كبرى ملتصقة بالمحاماة. دونها إذا انتزعناها، إذا غيبناها، مش هنشوف محامين، هنشوف أي حاجة تانية، أي حاجة تانية، اي مشروع اخر، اي بزنس اخر غير المحاماه. فالمحاماه قرينه بالامانه والشرف. حتى القسم كان بيهون علينا، ما كناش بنؤكد عليه، كنا بنسيبه، او كان البعض بيسيبه، وكان بيعتبر ده انجاز نقابي، وكان ده احيانا بيكسبنا او بيكسبهم اصوات انتخابيه. ده كان انتصار رخيص وعمل نقابي رخيص، وايضا تنازل من المحامين عن حقهم، لانهم كانوا بيشوفوا ده قدامهم وما كانوش بيقاوموه. لكن في صحوه كبرى، الصحوه دي بدات من 2016، في محامين تعبت، ايوه معانا في التجديد، محامين مشتغلين تعبوا في انه يجيب شهاده من الجوازات ويقف في طابور الجوازات، ويجيب شهاده من المحكمه انه حضر في القضيه، ويجيب شهاده او توكيل من موكله علشان يقدمه للنقابه. انا عارف ان ده عزيز على المحامي المشتغل، انه يثبت انه مشتغل، عزيزه جدا، ما انا بشتغل، كان ده لسان حاله، لكنه تنازل عن هذا الكبرياء لصالح نقابته ولصالح مهنته، لانه يعلم انه لو هو استثني اللي ما بيشتغلش هيستثنى، ولو هو ما قدمش اللي ما اشتغلش مش هيقدم، وبالتالي هنرجع لمربع الصفر، مش هنعمل حاجه. فكانوا قدوه، أنا أحييهم وأشد على أيديهم جميعاً، المحامين المحترمين اللي تحملوا والتزموا مشقة الثبوت، وهي مشقة، مشقة. أنا عشان أدور على شهادة جوازات، سافرت ولا ما سافرتش، لازم أجيب شهادة. ده أنا جالي محامي بيشتغل في الكويت بيقول لي أنا بقالي 40 سنة في الكويت. قلت له نعم، وبشتغل فيها بقالي 40 سنة وعندي مكتبي. قلت له كويس، وانا عايز اجدد الكارنيه، ما حدش عايز يجدد لي الكارنيه.
قلت له الله، مش تقدم الشهاده الاول بانك موجود في مصر؟ ما لازم تبقى موجود في مصر. قال لي وليه ابقى موجود في مصر؟ ما انا بدفع الاشتراك. قلت له طيب ماشي، انت عايز الاشتراك، انت عايز الكارنيه ليه؟ انت محتاج كارنيه المحامين ليه؟ قال لي عشان حقي في العلاج وعشان المعاش. قلت له بقى لك 40 سنه في الكويت، ربنا فتح عليك ونجحت بالتاكيد لانك قعدت 40 سنه، وزي ما انت بتقول كنت محامي كبير او ما زلت محامي كبير، وجاي طمعان تشاركني وتشارك زملائي المحامين اصحاب الملفات في معاشهم وفي علاجهم. ليه كده؟ هو انت متصور؟ قلت له كده، هو انت متصور ان احنا مفرطين الى هذا الحد؟ الكارنيه اللي في جيبك ده باطل، اللي كان معاك من السنه اللي فاتت باطل وما يعتدش بيه. انت لا تزحمني ولا يجوز ان تزحمني في نقابه المحامين. نقابه المحامين لمن يعمل بالمحاماه في مصر، مش يعمل في اي حته ويجي يقول لي اديني حق في المعاش واديني حق في العلاج. باي حق؟ باي حق هو مساهمه في صندوق المعاشات؟ باي حق ساهم في اداء العلاج؟ باي حق؟ ما فيش حق. واجهنا معركه كبرى لغايه ما انتهينا الى هذه التصفيه. قاومنا ايضا محامين مشتغلين لبواعث مختلفه، اللي له قريب عايز يفوته، واللي له سبب انه يعني نستفيد بهم بقى في الانتخابات. يعني احنا لو نجحنا في كسر شوكه نقابه المحامين في التنقيه، كل دول هيبقوا يعني معانا في التصويت وهينجحونا في الانتخابات. بئس هذه الانتخابات، وبئس هذا التصوير، وبئس هذا الموقع اذا جاء على اشلاء المحاماه والمحامين. هذا امر غير جائز وغير محترم وغير مقبول. حتى التعليم المفتوح في حمله الدبلومات، نقابه المحامين خاضت اكبر مرحله واكبر حمله فيه. احنا اللي اسقطنا نظام التعليم المفتوح وتوقف بسبب نقابه المحامين. ولما شكلوا لجنه تسلم يا كابتن، ولما صوتنا عالي وجهرنا، كان انا يعني اذكر واقعه، عميد كليه الحقوق في الاسكندريه بيكلمني بيقول لي انت ليه مش عايز تقبل حمله التعليم المفتوح؟ قلت له دول واخدين دبلومات يا دكتور فلان. قال لي اه بس دول نجحوا واخدين امتياز، فيهم ناس واخده امتياز وجيد جدا. قلت له طب انا هسالك سؤال يا دكتور، انت في الجامعه تقدر تاخد حد منهم معيد او استاذ او استاذ مساعد او مدرس؟ قال لي لا طبعا. قلت له اشمعنى بقى نقابه المحامين؟ هو احنا الحيطه المايله؟ لا النيابه تقبل ولا القضاء يقبل ولا الجامعه تقبل والمحامين مطلوب منها انها تقبل؟ لا والله هذا لن يحدث ولن يكون، وعلى جثث سامح عاشور لن يكون هذا الامر. مش ممكن مش ممكن يحصل التفريط الى هذا الحد. النهارده لما استعانوا بينا في المجلس الاعلى للجامعات شكل لجنه خاصه انا كنت عضو فيها، قلت لهم يا جماعه انتوا كنتوا عايزين تعملوا بزنس، التعليم المفتوح ده بزنس. ده اول ما بدا باعطاء شهادات للترقيه في الوظائف، يعني هو نوع من المؤهل المهني. انتوا دخلتوا فكره المعادله علشان تزودوا الاقبال، علشان تزودوا المصاريف، علشان تقبضوا اكتر. ده على حساب العمليه التعليميه. هو انت بتعمل ايه بالتعليم المفتوح؟ هو انت صلحت التعليم الاساسي بتاعك؟ هو انت صلحت ده كليه الحقوق جامعه القاهره؟ الدفعه سنه اولى كان ابني في سنه 2000 في كليه الحقوق، فبيقول لي انه كان في الدفعه في سنه اولى دفعه بي اي بي سي دي، اربع دفعات في دفعه. انت جاي النهارده تعمل تعليم تاني موازي مخصوص بيشتغل كل جمعه بعد صلاه الجمعه، اربع جمع في اربع شهور بس، ومعادهم من بعد صلاه الجمعه لغايه الغداء. فطبعا صلاه الجمعه ممكن تطول ما يروحش، والغداء تيجي بدري فما يكملش، وياخد في النهايه الليسانس او ياخد البكالوريوس او ياخد الشهاده ويجي عشان يركب نقابه المحامين. لا مش هيمكن. النهارده احنا بنشكر من كل الهيئات القضائيه حتى من الجامعات بيوجه الشكر لنقابه المحامين على صلابتها في مواجهه هذا العدوان الذي اراد بنقابه المحامين شرا واراد بالمجتمع شرا. كان لازم نعمل المعركه دي
علشان في النهاية نعمل الحصاد اللي احنا شفنا ملامحه الآن. احنا النهاردة بنحصد بدايات الإنجاز، بدايات الإنجاز. موارد نقابة المحامين رغم ان احنا حذفنا او تشال او ما دخلش في نقابة المحامين اكتر من 250 الف واحد مش موجودين، كانوا معاكم معاهم كارنيهات، مواردنا زي ما هي ما قلتش، لان المشتغلين انتوا مش حد تاني، مش هما، انتوا اللي مشتغلوا، وبالتالي مفيش مشكله. ما حدش حس او شعر ان عندنا مشكله في موارد نقابه المحامين. كده هانت المشكله، هانت القضيه. لما جينا نفكر نتكلم عن المعاش فنرفعه من 2015 من 700 الى 3000 جنيه النهارده، يبقى احنا دخلنا في مرحلة الانجاز. احنا بدأنا الطريق الصحيح. احنا رفعنا ل 3000 حد اقصى، والحد الادنى 1000. وانا بقول لحضراتكم ده كمان قليل. ده كمان قليل. ولا يكفي. ومش هو ده طموحنا. احنا عايزين الارقام المضاعفة الحقيقية. بس ده هيحصل لما نطمئن لموردنا المتدفقة علشان نقدر نزود أي زيادة في المعاش. لازم يكون لها حسبة اكتوارية. يعني من المفارقات مجدي رجل طيب. طبعا حد قال واحدة في الجمعية العمومية الأخيرة، احنا عندنا 16700 وافقوا على زيادة المعاشات، و 15800 وافقوا على الميزانيات، وبعض الناس تفاخر انها مع زيادة المعاش مش مع اعتماد الميزانية. طب ليه؟ هو في ايه اصلا؟ انت عارف انه لو الميزانية دي ما اعتمدتش الزيادة مش هتمشي. ليه؟ لأنها مبنية على الحساب الاكتواري لزيادة المعاشات. الخبير الاكتواري، اثنين خبراء اكتواريين، حسب ضمن حسابه الاكتواري الفائض اللي عملناه في نقابة المحامين، على أساسه قبل الزيادة اللي احنا حطيناها، واشترط ان احنا نمول بالزيادة عنها في السنة اللي جاية. لو الجمعية دي لا قدر الله ما وافقتش على الميزانية، كنا جمدنا الميزانية وقعدنا النظر، طب إيه؟ نيجي نزود المعاش مش هيزيد. ليه؟ لأن ما عنديش موارد، لأن أنا ما أقدرش أتصرف في الموارد. دي الحبكة الانتخابية في الموضوع، إنه يدخلك في متاهة. ده في حضراتكم في 900 محامي حضر الجمعية العمومية ما وافقوش على زيادة المعاشات. تخيلوا ده، تخيلوا محامي مش موافق على زيادة المعاش. ده معناه إيه؟ ده معناه انه مش عايز انجاز يتم في نقابه المحامين. ده مش محامي حاسس باحساسك واحساسي، لا، ده عنده حسبه تانية خالص. ده بيسعى الى تفشيل نقابه المحامين واحباطها وتوقفها ورجوعها، علشان يجي هو منقذ، او يجيبه منقذ ينقذ نقابه المحامين. ده الوهم الانتخابي اللي تلبس البعض عندما تحدثوا بسوء عن الميزانية، واحنا بنتحدث الميزانية بتاعتنا منشورة ووافق عليها المحامين تعظيم سلام، لكن اللي طلع غلطة يقدمها ما يهزرش، انما نقعد على الفيس اصلي مش عارف ايه ويروح رامي كلمة يمين او كلمة شمال ويتغطى وينام، لا مش هنسيبك. انت عندك حاجة غلط قول وخش على النيابة وقدم بلاغ، وانا معاك وهقدم لك كل المساندات اللي انت عايزها علشان تتحقق او نتحقق من اللي انت بتدعيه. لكن كلامه خلاص ما ينفعش، تلقيح كلامه وخلاص برضه ما ينفعش، مش في نقابه المحامين، مش في نقابه بتنجز. احنا داخلين على مرحله في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. اذا التعديلات التشريعيه اللي اتعملت في 2019 رغم ما تحمله من نفع محض إلا أنها وجدت من يعترض، وكانت ناس بتصرخ وتروح مجلس النواب ويسألوا الأستاذ مدين، كانوا يقفوا على باب اللجنة التشريعية. إحنا ما شفناش القانون،
احنا مش موافقين على القانون، احنا عايزين مناقشه للقانون. احنا ده القانون ده معمول مش عارف عشان يعمل ايه، القانون ده ضد المحامين، القانون ده كل ده في تحت سنتين داخل مجلس النواب عشان يطلع قانون. استاذ محمد مدينه مضى على الكلام ده من 2017 وتقدم وتروح للجنه، واللجنه جابتها اللجنه، واللجنه رجعتها اللجنه، ودخلنا في لجان جوه لجان علشان القانون ده يتعطل ونتاخر وما بقاش في حاجه لصالح المحامين. اللي احنا حققناه في هذا القانون غير مسبوق. انتم تذكروا في 2008 عملنا اول ملمح في حصانه المحامي وحمايته التشريعيه، لما قلنا لا يجوز القبض على المحامي او حبسه احتياطيا في جرائم السب والاهانه والقصف وجرائم الجلسات امام المحاكم. كان ده انجاز، انما فقط يحرر مذكره. النهارده في 2019 عملنا انجاز مضاعف. الحمايه دي وضعت امام جهات التحقيق نيابه وامام استدلال في الشرطه. امتدت بمقتضى النص الجديد اللي اجيز في 2019 لتصبح هذه الحمايه امام الجهات الثلاثه دول. طيب مش كده وبس، احنا قلنا في غير حالات التلبس لما يوجه للمحامي اتهام من خصومه اثناء اداء عمله لا يقبض عليه ولا يحتجز من الوكيل النيابه المعني او رئيس النيابه المعني او مامور المعني، وانما تحرر مذكره وترفع الى المحامي العام الاول للاستئناف. الواقعه في بنها تروح مذكره دي في طنطا، استئناف طنطا. ليه؟ عشان المحامي ما يبقاش تحت سكينه القاضي او الوكيل النيابه الذي يحقق الموضوع. وكان كثير من المحامين بيحتجزوا مع موكلينهم علشان في اتهام وجه اليهم من خصوم موكلينهم. يجي الخصم يقول اه ده كان مع مراتي او طليقتي وهو ضربني معاه، فيتحجز مع مراته. خلاص احنا بالتعديل الجديد عملناه. خلاص يجي لي حد من المحامين يقول لي ما احنا عايزين كتاب دوري للمحاكم والنيابات. لا، عيب في القانون، مفيش حاجه اسمها كتاب دوري. انت محامي مش عايز محامي. انا مش النقابه مش هتجيب محامي للمحامي. الناس بتستعين بيك عشان تجيب التايهه في القوانين عشان تجيب لها حقوقها. جاي عجزت عند لما جه حقك عندك في قانون منشور في الجريده الرسميه وتقول هات لي كتاب دوري، او تقول اديني اشاره من حد، او اديني جواب من حد. لا، انت تستطيع ان تلزم كل الجهات باحترام القانون. هتعدي مره اثنين الثالثه هتنتهي الازمه، بس بشرط الاصرار على التمسك بحقوقنا طبقا للقانون وبالادوات القانونيه الصحيحه. مش بالتجاوز، مش بالقفز عليه، مش بالاستدراك في انك تخش معركه مش بتاعتك. وانا بحذر المحامين وبقول دايما للمحامين الشبان ما تستدرجوش لمعارك غير متكافئه، لانه كل خصم معاك له ادواته. انت ادواتك هي الورقه والقلم والطعن. ما تنفعش تواجه بالورقه والقلم والطعن تسيبهم وتستخدم القوه او العنف او اليد الا عند الضروره، الا لما تدافع عن نفسك في 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 فيما في في يجوز فيها ان تدافع فيها عن نفسك. لذلك احنا حرصنا في هذا الدعم ان احنا نؤكده، لانه ده دعم دستوري. ده دعم جاي من الدستور يا اخوانا. الماده احنا عندنا في الدستور فصل اسمه المحاماه، فصل كده اسمه المحاماه. في مادة 198 قالت المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون. احنا شركاء بمقتضى الدستور، مش بكلام، مش بجواب، مش ببروتوكول، بدستور. اي نص يخالف هذا النص الدستوري غير دستوري، اي قانون، اي تشريع يوضع بالمخالفة للي انا بقوله ده من حمايات سواء امام المحكمه او جهات الاستدلال او جهات الضبط تبقى بطله، ما هو غير دستوريه. لا يجوز انك انت تسيبها او تترك العدوان عليك غير الدستوري انه يتم عليك. لما جينا في خلصنا المرحله التشريعيه قلنا مش بس الحمايه،
قلنا الكلام اللي اتكلموا عن الشباب النهارده ابتداء من 2021 هيبقى في اكاديميه وهيبقى في امتحان تحريري للدخول لكل الحقوق لنقابه المحامين. نقابه المحامين مش اي حد معدي هيقدم فيها هيقبل، لا هيدخل امتحان، وقبل ما يدخل الامتحان هيقعد سنتين في اكاديميه المحاماه يدرس، اللي ينجح فيها يجي يقدم عندي في نقابه المحامين. انا بقول لحضراتكم سوف يكون الالتحاق بنقابه المحامين اكثر صعوبه واكثر دقه واكثر اهميه من الانضمام للقضاء او للنيابه العامه، لانك هتبقى صاحب دراسه، صاحب دراسه اعلى وصاحب اختبار اعلى وادق. احنا متمسكين بده، ده معناه مش احنا مش بنقلل من قيمه حد، لكن المحاماه تستاهل هذا العلو وتستاهل هذا السمو، واحنا كلنا لازم نبقى حريصين على تثبيتها. قريبا باذن الله هنضع حجر اساس اكاديميه المحاماه وهتشاركوا في هذا الاحتفال علشان نبدا في المبنى الذي يستوعب هذه الاكاديميه، المؤسسه العلميه المهنيه الرفيعه اللي هتقدم للمحاماه اللي احنا كلنا بنتمناه واللي اولادنا الشباب يتمنوه. ايضا اللي بيتكلم عن فرص العمل والظروف المعيشيه للمحامين الشباب، احنا عندنا مدخلين او عندنا بوابتين. البوابه الاولى في الدستور لسه ما اترجمتش في قانون الاجراءات الجنائيه، البوابه الثانيه موجوده في قانون المحاماه في الماده 60، ودي في هيئه الاستثمار. اللي في هيئه الاستثمار انه لا يجوز قيد الشركات المساهمه، اللي بيوجب القانون وجود مراقب للحسابات فيها الا بوجود محامي فيها بعقد. لغايه الان ما فيش تطبيق للنص ده، احنا الان بصدد اعداد بروتوكول مع وزاره الاستثمار وهيئه الاستثمار علشان تفعيل هذا النص، علشان في النهايه تصبح كل الشركات المساهمه اللي فيها مراقب حسابات فيها محامي، فيدوروا بقى على المحامين علشان يتعاقدوا معاهم. مين يجي مين يروح دي مش بتاعتنا، لكن في النهايه هيبقى في باب من الاشتغال او باب من العمل قد فتح للمحامين. البوابه الثانيه للمحامين الشبان هي بوابه الند او اتساع رقعه العمل. احنا عندنا في الدستور نص الماده 37 على ما اعتقد بتتكلم على يبلغ كل مقبوض عليه، خليكم معايا يا حضره، يبلغ كل مقبوض عليه باسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بمحاميه وزويه ولا يبدا معه التحقيق، خلوا بالكم هنا، ولا يبدا معه التحقيق الا بحضور محامي. يبقى هنا حضور المحامي التحقيق وجوبي، وجوب دستوري، ولا يحال للمحكمه جنح او جنايات، جنح اول درجه او ثاني درجه الا اذا كان معه مدافع. اذا احنا كده حطينا شروط، مفيش جنحه هتبقى في رول الجنح ما فيهاش محامي، مفيش تحقيق جنائي هيبقى موجود الا بوجود محامي. حتى الان لم يفعل، لان انا قلت ده في بدايه كلامي، لانه النص الدستوري لم يترجم في قانون الاجراءات الجنائيه. احنا جهدنا ان احنا نفعله، هيعمل معانا ايه؟ هيعمل معانا اتساع لدائره العمل، اشتغال تحقيقات النيابه، هتجد محامين كتير من المحامين الشبان، هتجد مجال فيها محكمه الجنح في اول درجه، حتى الجنح اللي حتى مش ضروري القانون يوجب الحبس فيها. يعني واحنا بنتناقش في لجنه الخمسين حد من المستشارين قال لك طب ما نخلي النص حضور المحامي وجوبي في الجنح التي يوجب القانون الحبس فيها. قلت له يوجب؟ يعني انت النص موافق على انه لازم المحامي يمتي؟ انا مش عايز. طيب انت موافق على انه المحامي يجب ان يحضر التحقيق اللي هيتحبس بشانه 4 ايام او ما يتحبسش، ومش عايز يوجب حضور المحامي في الجنحه اللي يحتمل انه يتحبس فيها 3 شهور على الاقل او ما يتحبسش؟ قال لي لا عندك حق، وتم الموافقه على النص، بحيث ان كل الجنح هيبقى فيها حضور وجوبي. الانتداب هنا هيبقى انتداب دستوري، التزام دوله
مش سلطة تقديرية لا للمحكمة ولا للنيابة، إنما ده يبقى مورد على الخزانة العامة يجب أن توفره في المحاكم لاشتغال المحامين. إذن نحن نقدم للمحامين الشبان ونقدم للمحامين بشكل عام فرصة العمل الحقيقي، مع ملاحظة أن قواعد العمل بالمحاماة قواعد سوق عرض وطلب، عرض وطلب. علشان كده احنا مش حريصين على زيادة أعداد المحامين. واحد يقول لي أنت ليه معطل القبول في نقابة المحامين؟ قلت له يا أخي ما احناش مزنوقين في عدد من المحامين، احنا عايزين نوعية المحامي، عايزين كفاءة، عايزين المحامي اللي بيشتغل ده يجد العمل الحقيقي المناسب له، فيحدث التكافؤ في قواعد السوق المختلفة علشان في النهاية نحقق الهدف ونحقق الغاية من القانون اللي احنا عايزينه أو من الأصول اللي احنا بنبحث عن تأكيدها. احنا حريصين تمام الحرص على انه دي خطوات مش ممكن بتيجي بقرارات عنترية ولا بكلام أجوف ولا بمذكرات مش عارف ايه، لا دي خطوات يجب ان تطبق واقعيا. فالآن نحن نضغط امام، واحنا الأستاذ محمد مدينة معانا اهو، انه علينا ان نعدل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل النص الدستوري المتعلق بحضور المحامين في تحقيقات الجنع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالكامل مقدم. تمام بالضبط. لا مش لا لا الالتزام الدستوري مش معناه، انا بقى انا من وجهة نظر يعني انه يجب ان يطبق حتى من غير نص، لانه نص واضح يعني لا يبدا التحقيق معه الا بوجود محامي، ده نص يعني، حتى النص التشريعي هيجي ينقل النص الدستوري كما هو. لكن تظل حساباتنا حسابات نحو المصلحة، نحو تحقيق المصلحة ودفع الضرر المقدم لدينا. يعني احنا عايشين معارك وهمية. ناس بتقول لك ايه ده النقابة سلمتنا مصلحة الضرائب. يعني ايه سلمتنا مصلحة الضرائب؟ يعني انت ما كنتش تقدر تهرب من مصلحة الضرائب والنقابة جات قالت خدوه؟ لا، قانون القيمة المضافة لما صدر على كافة كل الجهات المعنية بطبع عليها القانون إلا المحامين. إحنا نقابة المحامين عطلت اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة 8 شهور. واسألوا أعضاء اللجنة التشريعية ورئيس مجلس النواب الله يمسيه بالخير دكتور علي عبد العال كيف فعلوا معنا وفعلنا معهم من أجل أن يخرج اللائحة التنفيذية بالشكل الذي تحتمله أداءات المحامين. إحنا الجهة الوحيدة، القانون القيمة المضافة بيلزم إنك أنت تسجل، وبيلزم إنك تقدم إقرار شهري، وبيلزم إنك تدفع 10% من إجمالي الدخل، مش كده؟ وبيلزم كمان بالنصوص إنه إذا ما عملتش واحد من الثلاثة دول، أي واحد من الثلاثة تبقى مرتكب جريمة مخلة بالشرف. طيب إحنا عطلنا كل ده. احنا كنقابة محامين عطلناه بالبروتوكول اللي احنا عملناه. اولا ما بندفعش 10%، احنا بندفع مبلغ مقطوع تم الاتفاق عليه 20 40 60. يبقى انت عطلت التشريع ولا ما عطلتوش؟ عطلته. انت تدفع الان في المحكمة على الخزنة، فانت اوقفت التسجيل، اثر الجنائي للتسجيل وللاقرار المتعلق بالتسجيل المترتب على هذا التسجيل. اذا احنا وصلنا، عملنا انجاز بما قدمناه في القيمه المضافه. احنا بنفتخر بالبروتوكول اللي احنا عملناه في القيمه المضافه. ده باقي النقابات المهنيه بتبحث عن وسيله علشان تطبق هذا البروتوكول زينا بالظبط، واحنا المتميزين دون باقي النقابات. احنا بنتكلم في هذا الموضوع ليه؟ احنا مش اصحاب مصلحه نقول للاعلام اللي انا بقوله لكم. انا بقول لحضراتكم احنا مش اصحاب مصلحه، لانه كده انتوا هتقوموا علينا الدنيا، وهتخلوا ممكن مصلحه الضرائب تقول لك اشمعنى المحامين ما نرجع كمان في مكان من على المحامين. فاحنا حققنا انجاز غير مسبوق. يا اخوانا انتوا سمعتوا عن وزير ماليه طلع قرار بتحصيل الضريبه تحت الحساب، تحت حساب المهن الحره، ويرجع فيه بعد اسبوع ويطلع قرار تاني زي ما احنا عايزين وزي ما نقابه المحامين ارادت وزي ما نقابه المحامين كتبت. ده عملناه في نقابه المحامين. القرار صدر، القرار المعيب صدر قبل العيد بيوم، عيد الاكل الكبير، عيد الاضحى المبارك، وتصلح بعد اول يوم بعد العمل، بعد انتهاء الاجازه.
ووزير الماليه الراجل محترم الحقيقه، وقال لي الحقيقه انا احنا غلطنا ان احنا ما خدناش رايكم، كان لازم نقعد معاك عشان نفهم التفاصيل دي، وانتوا كلامكم صحيح احنا مقتنعين باللي انت بتعملوه. راح رجع القرار وكتبه ونشره ونجم في الجريده الرسميه. هو انتوا مش فاكرين ده؟ هو انتوا مش فاكرين ان القرار ده اتعدل؟ مش في محامين كانت بتدفع في في في, في الجنحه لانه محامي نار بيدفع 200 جنيه ولا مش عارف كام مبلغ وقدره؟ كان ده موجود اتلغى وصححناه بكتاب منضبط علشان نحقق الحمايه المهنيه للمحامي، وعلشان نؤكد هذه الحمايه، وعلشان نسخر ما لدينا من امكانيات لصالح المحامين لكل المحامين بدون تمييز، من غير ما نبحث عن قفز على الاحداث ولا على الحقوق. احنا مستمرين كنقابه في اداء دورنا والتزاماتنا الى اخر لحظه، حتى حين وقت التغيير ووقت انتخاب ووقت الاستبدال ووقت من تختارون كان تختارونا لاداره نقابه المحامين، لكن احنا ملتزمين ان احنا نقدم لكل المحامين الاجيال الشابه والشيوخ ما 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 يجب ان نقدمه، لانه ده حق المحاماه. الان دخلت مرحله جديده وعصر جديد باذن الله. انا بقول انه تشريع 2019 ميلاد جديد لنقابه المحامين، هيؤرخ في تاريخ نقابه المحامين ان في مرحله كانت تقوم على التقاليد والرواسخ غير المكتوبه، استطعنا ان نسخر هذه التقاليد وهذه القيم القديمه والاعراف المهنيه الى ان احنا نحطها في نصوص قانون المحاماه، ونضع للمحاماه قيمه وقدر وامكانيه واداء. احنا حريصين على ده في كل اجراء، علشان كده احنا مش بنتراجع مش بنخاف. لما قالوا لنا مثلا في الجمعيه العموميه والمحكمه حكمت انه لازم التصويت ميزانيه ما لوحدها والمعاشات لوحدها، ومش كده وبس، المحكمه كمان تزايدت وقال لك كل سنه لوحدها، قلنا حاضر. مش قلنا حاضر ليه؟ اولا احنا عارفين ان ده قرار غلط، يعني ده مش صح. الصح ان الاثنين يبقوا ملتزمين ببعض علشان يتوافق بموارده يا ما توافقش بموارده، لكن وافقنا لان احنا واثقين من نفسنا، واثقين من فهم المحامين، واثقين من وعي المحامين. ما هو اللي وافق على الميزانيه 15800 من 16 وافقوا على يعني فرق 1200 او 1300 محامي. وليكن بعض الناس يعني تشعر انها يعني من مظاهر فخرها انها وافقت على المعاش ولم توافق على الميزانيه، لا، الحقيقه ده يعني قصور عن استيعاب الموجود، قصور عن فهم الحقيقه اللي مرتبطه ببعضها. انت كنت تقبلها على بعض يا ترفضها على بعض. اللي رفضوا المعاشات رغم خطاهم زياده المعاشات، رغم انهم مخطئين، انما كانوا اصدق من غيرهم. اللي قال لك اصل انا وافق دي واسيب دي، لا، الكلام ده مش حقيقي، مش هي دي المحاماه. المحاماه شجاعه وفروسيه، وانك ما تخافش، ما يعني ما اصل هم هيقولوا علينا، اصل هم هيعملوا معانا مش عارف ايه، هذا الكلام انتهى عصره، خلاص انتهى، ما حدش حد ما في ما دي مش محاماه. المحاماه مش كده، المحاماه مش فرض. المحاماه فروسيه ومواجهه وشجاعه وبطوله وبساله، مش تراجع ومش انهزام، مش مجامله، مش لاني في مجموعه ضد هتخوفني فابدا اتراجع في كلامي علشان اعجب المجموعه دي، لا، هذا الكلام لن يكون، لن نؤدي عملا لا يرضي الله ولا يرضي المحامين كافه فيما يمكن ان يرضوه. غير ده احنا ما عندناش مناطق اخرى نفاخر فيها غير اخلاصنا في العمل، وغير ان احنا بنعمل لوجه الله ولوجه المحاماه والوطن، لان احنا مؤمنين ان المحاماه دي وطن، الوطن بتاعنا كلنا. وانا ضد الشمال وجنوب، شمال وجنوب دي تقسيم اداري، لكن الاليوبيه واحده، بلد واحده، محافظه واحده، انما في اداره في الشمال وفي اداره في الجنوب، في ناس بتخدم في الشمال وفي ناس بتخدم في الجنوب. المحاماه ايضا واحده، وحده واحده. اوعوا تفتكروا انه المحامي اللي موجود في القاهره اميز من اللي موجود في سوهاج، اميز من اللي موجود في الاليوبيه، لا، المحاماه نهر واحد، وطن واحد. احنا ابناء هذا الوطن اللي هو جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير اللي احنا عايشين فيه، مصر العزيز. علشان كده احنا حريصين على ان كل شيء واحنا بنؤديه دون ان نذكر على سبيل التخصيص ان احنا عملنا مبنى نقابه المحامين، عملنا مش عارف نبني نادي،
مقر المنيا، عملنا أسوان، عملنا بنعمل في الأقصر، عملنا في الإسكندرية. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع مش تنقية، مش نقاوة. أنا أفهم إن كل شيء يحقق مصلحة للمحامين كافة، حتى لو أدى إلى أنه يكفي عدد محدود محيط به، أنا معاه. يعني لما يبقى فيه في المقر ده مبنى يصلح أن يكون مستشفى صغير أو مجموعة عيادات أو مركز تحليل أو مركز طبي صغير، لما نعمله ونتممه يبقى احنا بنقدم للمحاماة خدمة كبيرة، واحنا ملتزمين بهذا الأمر بدون طلب. شريطة انه يؤدي الخدمة لصالح المحامين كافة، ويؤدي الخدمة بشكل اقتصادي، لأن احنا عندنا عيب الحقيقة في إدارة أموالنا المختلفة. احنا ما بندرش أموالنا بشكل اقتصادي، بشكل يحقق العوائد اللي بتتكافأ مع قيمته واللي مصروف عليه. احنا ها شو الموضوع مش كده. لا لا استاذ محمد، بعد اذنك عن نقيب، بعد اذنك. لا 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 بعد اذنك يا استاذ محمد، هذا المبدا قل من اوضاعه بالامس، وخدنا قرار مطلوب 300,000 عشان دي املاك دوله، ومعانا النقيب اتكلمنا قبل المؤتمر. ما تفتحش مناقشه يا جدع لو سمحت حضرتك. لا سمحت، انا بقول كلام عيب، انا بقول كلام متفق فيه مع النقيب، انا بقول كلام احنا متفقين عليه. مش هنسيب المبنى ولا هننتظر حد ينبهنا، لان احنا عندنا مبنى عندنا في تراخيص اتاخرت، في اجراءات روتينيه معطلانا كل حته. على فكره احنا نادي جليم في اسكندريه عمالين نتكعبل، في كل ما نجيب ترخيص يطلع لنا جهه تقول لك لا مش عارف ايه. احنا كده هنعمل ايه؟ الدوله العميقه ما زالت موجوده في ادارتها وفي شؤونها، لكن ده مش معناه انه الهمه والاراده والعزيمه قائمه لدينا جميعا، لان في النهايه هي مصلحه واحده. الموضوع مش متوقف على رقم، ومش متوقف على جنيه او على الف. المشروع متوقف على اجراءات اداريه يجب ان نستوفيها عند تحققها، وانا اعتقد انها تحققت زي ما اخبرنا النقيب. باذن الله هنكمل المستشفى وهنتممه على احسن ما يكون. نعم. فأعود إلى النقطة اللي بدأت لها لما قدمنا لحضراتكم في جمعيتنا العمومية ميزانياتنا تفصيلا. كنا واثقين احنا بنقدم ايه؟ احنا مقدمين ميزانية فيها أكبر فائض في تاريخ نقابة المحامين. ما فيش في نقابة المحامين في أي مرحلة من أول عبد العزيز باشا فهمي لغاية النهاردة فائض يوازي الفائض الذي تحقق في ميزانيات نقابة المحامين. احنا عندنا 600 مليون جنيه فائض، 600 مليون، رغم ان احنا بنينا مبنى نقابة المحامين وبنصرف عليه وهنصرف عليه لغايه ما يكمل ويبقى احسن قلعه من قلاع القانون في مصر، وبنينا المعادي اللي اسف المنيا واسوان، وبنجدد في اسكندريه، ومش متوقفين، مش متوقفين في اي مكان. وفي بورسعيد في مبنى فندق جديد بيتبني لصالح المحامين، احنا صرفنا عليه. اذا ما عندناش حاجه مخبينها، احنا قلنا كل حاجه. وقلنا ايضا انه حجم ما انفق على العلاج والمعاش في الثلاث سنين دول مليار جنيه تقريبا، مليار الا 50 عشان ابقى صادق. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا ضخينا الفلوس الحقيقيه، ضخينا الاغلبيه من اموالنا في اعز خدمات النقابه، هي المعاشات والعلاج اللي احنا هنخده. هتزيد على فكره المبالغ دي، هتزيد لان المعاشات زادت، لانه ابتداء من السنه الجديده العام القادم احنا داخلين في زياده المعاشات اللي انتم قررتوها في الجمعيه العموميه. غير مسبوق انك تعمل معاش بهذا الكم وتزود المعاشات القديمه. انا مزود كل المعاشات القديمه طبقا لقراركم من 15% الى 35% مع زياده دوريه كل سنه 5%. احنا بقينا افضل معاش في مصر بالرقم المتواضع اللي احنا شايفينه ان هو متواضع، ده اعلى معاش في مصر.
انا ما عادش متاخد في اي وظيفه، سواء كان استاذ جامعه ولا قاضي ولا غفير ولا اي حاجه. كل ده اللي بيقول لك اصل اي موظف مش عارف حته بياخد ايه، لا احنا اعلى معاش سواء في النقابات المهنيه او في الوظائف العامه او غيرها من المناطق. احنا مصرين على ان احنا نكمل مشوارنا ومسيرتنا علشان نؤدي للمحاماه ونؤدي للمحامين ما تستحقه المحاماه وما يستحقه المحامين من استحقاقات. احنا النهارده داخلين على مرحله هامه جدا للوطن وهامه جدا للمحاماه، وانا شايف انه لما بنبني المحاماه بنساهم في دعم الوطن، لما بنقاوم الارهاب احنا بنكرس المحاماه وبنكرس العداله. يعني احوال العداله في العريش كويسه؟ لا مش كويسه. لا القاضي بيشتغل في العريش ولا المحامي عارف يشتغل في العريش، ليه؟ لانه في ارهاب. لو ما ده ينتهي، لما ده نقاومه وندفعه بالقطع سوف نحقق استقرار. المحاماه لا تزدهر الا في مجتمع سليم، مجتمع صحيح، مجتمع تضبطه كل القواعد وكل الاصول. احنا قضايانا الوطنيه ودعم الدوله المصريه، الدوله المصريه مش رئيس ومش حكومه، الدوله المصريه في الاستقلال والاستقرار ومقاومه الارهاب. وايضا احنا مؤمنين انه اعداء الامه واعداء مصر حتى لو كانوا اصدقاء للحكومه اعدائنا. امريكا عدوة مصر واسرائيل عدوة مصر، واحنا ضد امريكا وضد اسرائيل. ملناش دعوه بالحسابات الرسميه ولا بالبروتوكولات ولا بما تفرضه قواعد الدبلوماسيه، ده كلام مسؤول عنه الدول في دبلوماسياتها في قواعدها في علاقاتها، ده دي بنيه، انما بنيتنا احنا بنيه شعبيه مبنيه على رؤيتنا احنا لما يجري في الوطن من مهام ومن انتصارات. نقابه المحامين هتظل هي الاراده الشعبيه الحقيقيه لتحقيق العدل والحريه والديمقراطيه وسياده القانون. انتم حملت هذه الرايه وانتم قاده هذه الامه. عاشت المحاماه بكم وعشتم لنقابه المحامين وعاشت نقابه المحامين للوطن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.